إذا الكذب نجي رجل ما يكايله غالب إذا الكذب نجي ست قنجة ونجي نعود أرجع غدو كثر من العسل أو مقليل جاد يموت غالب ودي عاوق عاوق كثر من العسل يمسات أقلب التنجر على فمه ولا مخزن مقفول أرجع غدو البومة لو كان فيها خير شيا ذبانة مثلا في الدنيا كنانة أفريكا كاسات تقدم نسر دين في أرجع غدوة. واحد مرته ماتت كيما يموتوا الناس الكل نهار بشي دفنوها المرأة ورجلها شدوا الضحك هوا أشني الضحك عيب راه تضحك مرأة ميتة وانت تضحك لا شني تضحك طيب عليك مرأة ميتة وناس الدمع وانت شددك يا خيخ شفهم نضحك أول مرة بعد العرس بثلاثين سنة نعرفها وين ماشي وعد هزول طبيب متاع العينين باش يفحص له على عينيه علاش ما يشوفش مليح اخزر له طبيب قالوا هذا مقداش هذنكم مربعة صحيت وهذم وهذم ثمانية وثلاثة واحد شوفيهم ما بين صوابع قدها يتسع شفاه وهذا شنين شد هاري هادم وهادم اخي جاتها في حصلها لا عناية ولا في الروضة نتعلم في الحساب ثلاثة فلاحة حبوا يهبطوا لتونس قالوا نهبطوا غادي طبعا نشوف الشيخات في تونس هو دي واش الشيخات ما بيفقوا بينا في الحلان احنا مش من اولاد العاصمة هاتشي في قبينة عندي لعبة ذكية ياس وشني اللعب بطاقات تعريف نبدلوا المهنة متاح ما أنا فلاح نبدله بدلوا بطاقات تعريف متاحهم واحد حد رجل أعمال والآخر مقاول كبير والآخر رجل أعمال كيف كيف وزادوا شروا مرسيدس آخر موديل هذه هي مش نتلفوا بها توصي ماش ماشي في قبينة نقول لك هذا ما وهبطوا لتونس أول كيوسك عباوا منه ليسانس وخرجوا وقفهم حرس اواه ها اشنية فلاحة ابي باش فاق فاق تعريف مبدل الخدمة باش فاق نحن فلاحة زادوا خطفوا الدورة وين داروا الدورة انتع المنار يوقفهم حرس ساخر اشنوا الولاد ترابي طاقة تعريف والبرمي مدوا الوراق متاحهم رغم اللي يقرأ رجل اعمال باقي في الفلاحة ابي شنو باقي في الفلاحة باش فاق بينا نحن باقي في الفلاحة ولا احنا فلاحة جملة واحدة لازم ثم حاجة مش نورمال خطفوا الدورة وين شيرة المنزه استادي وقفهم الحراس الثالث هو قالوا منتم فلاحة برجوا لي هاد ما شفاتوا طلعتنا فلاحة والبطاقات المهنة مبدلة بصراحة باش عرفت باش عرفت كي نحن فلاحة على خاطر توما راكبين في مرسيدس والثلاثة من قدام من العناد اخوي من العناد حلينا حنوت عطريه الاخ مقبلني كسر الحيط عهدي بيه حيط من غد الصباح عامل شيشه ومد مدهون وعامل عطريه كيف هودي شريه نعمل حنوت فريب اللوت جاري في الطاقه الرابعه عاملوا حنوت فريب خالي عنده كيوسك كيوسك اكثرش من هاد ها مش يزمو برشا فلوس هي واش عمل واحد مقابله كاريدا بدلها كيوسك الزوز بيوت فيه بيت عملها نتاع اللافاج والبيت الاخرى عملها نتاع كلها اغسل الكراه شوف القوة هودي ثم وشكون حاب يحل المركز تاع شرط كيفاش قالوا له مش تعاند حتى الدولة وش تعمل تعمل كيف غريبة دي يا تنت ما المدام ما ولدت هاي مبروك سميته خميس هاي جارنا لحذانا مرته جابت بني سماها خميس تقعد منهم تقعد انا عارف اخوي عارف اخوي عارف اخوك راقد انا سمعني راني سايم سايم انت سايم لا ليلي التوانس الكل سايمين في رمضان على السايمين على الخدمة ما الزهر عندي ما بطال خوك وعندي مشاكل وكذا رقد حلمت براعي قاضي أمان
ورسل خوي تعمل لك وما فايقتني. هي فقت عرفت راي عادة لي حلم اللي انا قاد. هي رجعت القت ملك من العالم الثالث مشى يعمل في سباق مع رئيس امريكا ورئيس روسيا. فاش يضربوا يسيبوا لهم كي الحمامه في الفضاء ويضربوها بالمكح. رئيس امريكا من الضربه الاولى جابها مفروش. سايبوا الحمامه الثانيه رئيس روسيا عطاها جابها طايح. سايبوا الثالثه الملك هذا انت العالم الثالث يضرب شيء يضرب شيء الكرتوش الرابع الخامس العاشر هاك القواد الماء بدأوا يصفق. يا خليلي الحمام ميت وباقي طير في السماء. أربعة واحد خمسة ستة واثنين ثمانية نص ونص جو خبزة أمان أمان أعطيني أكبر حيوان يشرب الماء. لفابو 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 كيلبو كيلبو لفابو لفابو كيلبو البيرو نتاع المدير العام اللي عليه سموه مدير عام لانه عادي عام وبعد يرحم ربي جاوب بول واحد باشولي يعني حتى الباك عايف هيته باربع لو خمسة سنين لهم عشر سنين ثقافة تخلل على سال شو تدخل في الإدارة شد شاف سيرفيس في مخه دخلوا المدير العام جعمل له تاس فضلوا فضل سيد المدير العام. أيوة الامتحان مش يبدأ. ما هي المخالفات الخطيرة؟ المخالفات الخطيرة هي عدم احترام الأولوية أو إشارات المرور كضوء أحمر أو علامة قف أهي أو علامة عون أمن يعني ترك الأولوية. السرعة داخل مواطن عمران 50 في الساعة وخارج المواطن 90 والطريق السيارة 110 وإذا يغال تضم الكل ساحب فوري للرخص ضو رفافة هي تعدى الأولى الكرة ليمينها فارغ لتعدى هي الأولانية والأخر شنين الأخر أخي جاي باش نعدي ندخل في دارة ولا فيها كود لاروت ولا أنت اش مش تخدم شنيش باش نخدم نحن جايبينك مش تخدم شوفار. واحد قرنات علق قرنات بصفة غريبة مرته توفات متجرية لابريس قالوا ما أخويا راني المدام يعني توفات الإعلان قداش تعملوا فيه الإعلان عمي غالي ياسر وغالي بالكدا اصطر بحسابه نجمش نقول كلمتين كاش تقول كلمتين فام مرت اش تتكلم لا لا كلمتين ما عندناش الحق وموال قليلة أربع كلمات كلمتين لا فام مرت أودي قلنا يكرو أربع كلمات أقل أقل اصطر ياق ممكن نستغل الفرصة عندي كرهبة مش نبيع اكتب لي ملف فام مرت كاتري لافاندر تعرفك المرة كلاني ذيب وبوي اشتكدب اخوي اشتكدب دارنا نحن اكبر من داركم اوه كانت رأينا احنا دارنا قداش كبيرة تصور كيجيونا ضياف امي يعني تسربي الماكلة على موتور برا راهو مشيت الصباح للمرشي وبالا ما شوخ شوية كروفات قلت له زني 10 كيلو في بالي بالفين مديت له 20,000 قال لي 200 دينار كاتب 20 قال لي روى الثلج طرف الثلج فسخ السفر ولا قلت له 200 كان طعم في الفنطة خويني راني حتى ناس تحشت الحوت يا حمادي هاي 5,000 امشي عامل لنا بقى مقلي به 5,000 مقلي تكلف 5,000 على شكون جد مقلي كذاب واحد هز بلاتوم تعظم ويزرب مروح يجري لداره يتلفت على طريقه ويلقى قدامه قشرة متاع موز شعمل حط البلاتويت على اليسار مشال القشرة زلق قام رجع البلاتويت هزهم وقصد ربي واحد روح من الخارج قال يا بابا راني كنت نقرا في الفلاح الفلاحة وش فيها؟ ما هو سيجارة وش فيها؟ تطلب قراية غادي تعلمت لغة الحيوانات ايوه الحيوانات نعرفك البعبع ولا ما وقتوش نعرفوش يحكي
شو ها؟ وش فيه؟ ريت هذاك العلوش اللي بابع؟ ايه قالك بارح مش وراني الشعير وحاتسي خبز؟ اخذي ليش تعطيه شعير؟ قلت مدامه مش تباع في العيد خلينا نعطيه خبز وخروف. عند هذاك اللي باعوا في بيعات البلاد. سردوك هذاك اللي هو عشته وسمعته؟ ايه البارحة قالك انا مش جيت تجيبني من القفص وليت هزيت زوزران بباعتهم. ربي وش عرف؟ نقرا في لغة الحيوانات يعجبكش؟ هاوين المعز اسمعش قريت لك المعز قالتك انت البارحة قلت راو يصنعوا منهم جلد المعيز يصنعوا منه في المزود نسبحها من قسامة 12 مزود بيعمل التوريست اهو اصحيح ومكاكة والمهمة بدأت نار اه ليل وش قال لا خاتيني ما ابوستش الخديم البارح اش تقلب الفيمة لا يزي تسرق سطوش الراجل وزي تعطيه طريحة حلوة ليا اش تطلب من جناب المحكم مثل بالسماع سيد الرئيس سرقت سطوش وصحيح لكن خلاص تضرب فيه نضرب فيه بعد اللي تبع فيها الاربع كيران وخذا مترو في الاخر سطوش ما طلع فيه حتى فرنك دق دق له فمه واد ما عنده الزهر حلم بالزهرات عاملين كورس هك الزهرات الكل تجري 210 280 400 وزهره يجري في 8 الوزهر يا اخوي لازم عرق روحك شوي يجري شو الزهرات الكل تجري قالوا تكلمني كالمخرة لما نرقد جملة واحدة يا اخوي قالك اربع جمعيات على ابو البطول كان اربع جمعيات هكا واحدة منهم ضربت ثلاثة الباب هي ضربت ثلاثة سينرمان ناقص ها؟ ناقص الاربيت في نطاق مقاومة البطالة والتسكع وفي برنامج الرحمة للزوالي التقينا بالسيدة ذايا اهلا ساكت اتكلم عسلامة خلونا نرحم والديكم خلونا قاعدين نرحم والديكم مش نعطوك ثانية ابشر ثانية شنان بها ثانية شنو شتان بها تزرعها سيجر سيجر وشكون مش يحفر لي نحفرولك نحن نحن اللي نحفرولك نجيبولك الخدامة وتحفر لك هي مش كومش يزرع نزرع لك نحن نفس الخدامة 30-40 خدام يحفروا ثم يزرعوا هي هم زرعوا مش كونه مش يسقيهم لبعد حكاية فارغة السقيان ربي يعطي خيره بالمطر ونحن نجيبوا لك ناس يا فهمت لا يسقيوا لك بالري اخوي ارحم والديكم خلونا قاعدين يا ارحم والديكم خلونا قاعدين يا ارحم والديكم قالوا السقيان وحفير هلا الواج تعملوا لي الخماج خلونا نرحم والديكم جيتكم بجنب الله خلونا نرفسك انت وكاميرا انتاك وانت برنامجك وانت وعانت خلونا قاعدين نرحم والديكم قالوا سيجر يا ودي ربي نوب بعد فانت لا حتى الغلة تطلع حلوة كبيرة هي هاي تلات غل اشكو ماشي هبتها للمرشي نهبطوا الكنح هي هاكم هبطوا المرشي اشكو ماشي بحالي خلونا قاعدين نرحم والديكم نحن نبيعولك ونحطولك الفلوس في مكاتبك ملايين واخت البتاتي بو دينار شنو الملايين هذي خلونا ارحم والديكم خلونا راه ما فيها شيء تتعدى معانا فهمت للدف درخانه وتصحى على ارضك هذاك مش تقصد للدف درخانه الخير خلونا ارحم والديك راهي ملايين في البيعان ملايين شو المشكل مش ملايين ما تعطى ولد في الكار ولا تحوفه وكارف وشاد ستوشي كنت رايض على راعي ولا تعملوا لنا مشاكل خلونا رايضين ارحم والديكم رقد جمله واحده قسم فيها 40 تلميذ 20 اذكياء النار تقدح و20 مصدقين النار تقدح صور تصويرة متاع حيوان في الصبورة وغزر للناجحين الاذكياء قالوا شنين قالوا هذيك الديك غزر المصدق قالوا انت سردوك يا غدي غال شنو غال ما هو سردوك ديك هذاك اقتنعت اللي هو ديك ولا لا معلم تلفت وغزر لحذاك ديك دا كوردو اما مش يشبه للسردوك خويا مصلي عم بيع لك فاطمة بوساحة ملا صوت عندي وش بيك صالح انت عامل فين تعرف معناها صالح
قال الالحان نتاعها وكاساتاتها ماشيه، المغنين هذم اللي غنوا في النوع نتاعها الكل دخلت فيهم الراب. هوني خذات بورتابل. ايه خذات بورتابل. سمعت خذات بورتابل جات خارجه من الدار، فاوضه تهز البورتابل، هزت تيليكومون تاع التلف. ايوا اشتطلب المحكم نطلب منها السماح. سرقت انت حبل حبلك هاو كاو تعبت روح حبل، ما بعد لا اختفت الدورة تلفت نلقى مربوطة فيه بقرة. قالك واحد جابوني هزوه للنار، بعد جمعة خرجوه من النار. ولا تعامل الخير لا صناع كليماتيزور في النار. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. ما هو المركز هذايا؟ هذا هو المركز. ما لما تشوف مركز حب نشكي بواحد. ولا شددني وجهه طوير الليل طوير الليل. وشو وقت هذا؟ وقت الصباح. عم ناوي. ومن عم ناوي جيت تشكي اليوم؟ ما هو اليوم البارح برك وين مشيت البن في دار. ايوا كيف عمله تسرق قرابة الناس ما تحشمش. سيد الرئيس بتاعت برش خوفة. كيفا بتاعت برش خوفة تسرق قرابة ما تعتبرش خوفة. سيد الرئيس ولدنا جاء واقف على الجبانة في بالي مولا همي تخدمت وقصدت الرب. واحد روح لداره تعمل خدمة غزرت له مرت. ايه افرج اك الراديو اللي جبتهولي ناوي نجي نحل ومش نستمع وظالي مبدل في الموجة والذريدوخ. اه قلت لك الذريدوخ ونندوخ اشاك فوا نجي مبدل في الموجة تلعب علينا الدوخ. راديون هاي يعطيك بيك لمشي راديون هذاك غاز. سيدتي ونسي سيدتي إليكم الآن المطرب علي الرياحي في أغنية بن مزود. مش عليك يا أبو علي خميس. قالوا مجد مشي وغبر واسمه ما عاد يتذكر من تونس تمحى من تونس تمحى وتنحى بعد يخدم موضحى تونس الكبرى تونس الكبرى ومستشي سنحى تموه بعد المال خسر ابوه بعد المال مشى. يا ليل يا ليل وش بدي نعمل خمس تشمس النار خمس تشمس النار. على بابوشة يا بابوشة
مش بشاري أحلى محلى قدها واللي زاد ناري أحمر 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 قدها. Oh, my God.